السلام عليكم، نعرفكم براسي، انا ملك بالعربي، بطله في الحساب الديني، وشاركت في عده مسابقات في الحساب ديال الحساب الديني، ومؤخرا شاركت في مسابقه عالميه للحساب الديني اللي شاركت فيها عده دول من بينها دول اسيا، سنغافوره، بلغاريا والكثير، مهم، وبطوله عربيه كذلك، والحمد لله حصلت فيهم على المراتب الاولى. صراحه كانت البطوله شويه صعبه حيت دوزناها اونلاين، وبالنسبه للتدريب تندربوا نيت في القاعه، وعاوتاني التدريب الاكثر تيكون في المنزل، والبطوله يعني ماشي بحال البطولات اخرى. المهم صراحه كانت البطوله صعبه حيت ماشي بحال البطوله مباشره مع البطوله اونلاين، وكانوا التدريب شاقه يعني باش نوصلوا ونفوزوا، يعني كل واحد بغى يوصل لهداك الشيء اللي بغى ضروري خاصو يتدرب، يعني يتدرب في القاعه، يتدرب في المنزل، باش يلا يوصل لهداك الشيء اللي بغى. وبالنسبه للدراسه ديالك واش لقيتي واحد الصعوبه ما بين الدراسه وما بين التدريب ديال؟ هو الدراسة خصك تنظيم الوقت باش يلا توصل تعرف اش دير. يعني انت كتعرفي انك تنظمي وقتك ما بين الدراسة وما بين ما بين الحساب الديني، وكتلقي شي صعوبة؟ لا، ما كاين حتى صعوبة، مادام ننظم الوقت ما نتلاقاش صعوبة. شكون اللي كيعاونك؟ في القاعة تعاوني الأستاذ ديالي، وفي المنزل الأم ديالي، وتنشكر العائلة ديالي والأطر ديالي كاملين، وخاصة الأستاذ ديالي من بينهم والزملاء ديالي، حيتاش بفضلهم وصلت لهذا الشيء اللي كاين فيه. نوجه رسالة لكل من حط شي فكرة في راسه، يعني ما يوصلش لغير هو ناعس وفايق، خاصو يخدم ويدير باش يلا يدرب باش يلا يوصل لها، يعني ماشي غير انت ناعس وتوصل. انا والاصدقاء ديالي تنستعدوا للبطولات القادمه، وان شاء الله هذا وعد منا حتى هو انفعوا الرايه المغربيه ونشرفوا بلادنا الصويره والمغرب. سلام، كنعرفكم بنفسي انا صفاء دحان، كنشكر الاساتذه ديالي خصيصا الاستاذ ديالي يونس اعرب، وكنشكر الابوين ديالي حيت هما اللي ساعدوني باش نوصل لهذا النيفو. وكي كتجيك ملك معكم في القسم؟ هي اللي كتفهمنا وهي اللي كتصح لينا العمليات، وكتفهمنا شي حوايج ما عمرنا ما عرفناهم في الصروبان. السلام عليكم، انا ايمن حبيب، فرد في جمعيه كايزن، تندير الصروبان، جيت دخلت لهذه الجمعيه في 2019، ودوزنا شي واحد المسابقه في 2020، كنا غادي نديروا واحد المسابقه في شهر 4 في 2020، ولكن جات كورونا ومنعتنا. وديك المسابقه ديال الاخر ديال 2020 جيت فيها ديت لقب الطفل المثالي. السلام عليكم، انا كريم دحان ومن جمعيه كايزن، وكنشكر الاساتذه ديالي وخاصه الاستاذ ديالي يونس اعراب والاسره ديالي اللي ساندتني باش نشارك في هذا الصروبان. الزميله ديالنا ملك بالعربي كتشجعنا وكتورينا شي حوايج على الصروبان اللي ما كناش عارفينهم، ولا كتبين لينا الاخطاء اللي كنديروا في العمليه، وكنتمنى الا بقيت كنتابعوا على هذه الخدمه نوصل لواحد المرتبه كيما وصلت ملك بالعربي. كنشكر الاسره ديالي حيت هي اللي كتساندني وكتعاونني باش نكون افضل، وكنشكر الام ديالي والاب ديالي خاصه حيت هما اللي كيعاونوني وكيساندوني. السلام عليكم، انا اسيا السارك، جيت لجمعيه كايزن وتعلمت الصروبان، وحيت غدا نشارك في البطولات. فاتت واحد البطوله العربيه ولكن ما تسجلت فيها، وتنشكر الاستاذ ديالي يونس اعراب والامهات اللي غادي يدخلوا الابناء ديالهم الصروبان، غير يدخلوهم حيت الصروبان فيهم بزاف ديال. السلام عليكم، انا سميتي رايان، كنقدم لكم نفسي. ملك هي القدوة تاعي، حيت انا خاصني نوصل للمستوى بالتدريب والجد باش نوصل للمستوى تاعي. بسم الله الرحيم، معكم يونس اعراب رئيس جمعيه كايزن. الان حنايا متواجدين بمقر الجمعيه رفقه البطله العالميه ملك بالعربي والابطال ديال جمعيه كايزن. اللي بغيت نقول انني صراحه فرحان انني مع الوليدات، تبارك الله، يعني شرف لينا اننا نقبتوا مع الوليدات، لانهم القدوه ديال المغرب، واللي نقدروا نقولوا ان المغرب تبارك الله حافل بالنوابغ
اللي علينا اننا يخصنا نساندوهم ونعاونوهم لا معنويا ولا ماديا ونوفروا لهم الظروف باش يشرفوا البلاد ديالهم ويهزوا الرايه المغربيه. احنا كجمعيه كايزن الحمد لله بالامكانيات البسيطه والقليله اللي عندنا الامكانيات الذاتيه اننا كنحاولوا اننا نبينوا هاد الوليدات نخرجهم من الوجود نقلبوا على المواهب اللي عندهم اننا نسقلوهم من اجل اننا نحققوا واحد الهدف وطني ان شاء الله. اخر حاجه نخدم بها كلامي اللي كان عليا نبدا بها هي الاول اني كنشكر قناه عبر اللي تبارك الله انها مواكبانا وكتوعدنا بانها تبقى مواكبانا وتساندنا وتحفزنا وتعاون الوليدات ديالنا على انهم يظهروا في ابهى صوره وانها توصل الصوت ديالهم للمسؤولين والمسانده ديالهم لا ماديا ولا معنويا من اجل انهم يشرفوا الوطن ديالهم.